إننا نقول الأوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا في حد النص زي ما كثير مننا بيحب يقول عن حد السامري. ونيجي لعمق الرسالة اللي الكنيسة بترتبها لينا عشان خاطر نستوعبها في الصوم. توبة السامرية، رجوع الابن الضال إلى أبوه، هو ده الهدف الرئيسي من الصوم. عشان كده الحدين دول مهمين. طبعا بعد كده المخلع والمولود أعمى، لكن الحدين دول مهمين، أمثلة مهمة عن التوبة. تعالوا نشوف المشهد شكله عامل ازاي. احنا في شتاء السنة الثانية لخدمة رب المجد يسوع، ديسمبر يناير يعني كده. عرفنا ده منين؟ من الكتاب المقدس. بعد 4 أشهر يكون الحصاد، يعني الحصاد بيكون في أبريل مايو، يعني بنتكلم 4 شهور قبل ده شتاء. وفي خدمة السنة الثانية لرب المجد يسوع وهو راجع من أورشليم بعد أن رفضه اليهود، وتم نقاش بين اليهود وبين رب المجد يسوع، وبان إن هما مش قابلين كلمة رب المجد يسوع. طيب المشهد على بعضه شكله عامل ازاي؟ ما كانش أسلم طريقة لليهود هو اختراق السامرة بالمنظر ده والمرور كده بطريق قصير إلى الجليل، لكن رب المجد يسوع اختار إنه يمشي وإنه يتعب وإنه يختار طريق ما هوش سهل. والطريق ده هو إيه؟ الطريق ده هو خلاص نفوس ولاده، وإنه يجي لنا على الأرض، وإنه يقدم لنا الحب العظيم على الصليب عشان خاطر يرجع كل إنسان بعيد ليه مرة ثانية. وكان يسوع قد تعب من السفر فجلس على البئر هكذا. كان يسوع قد تعب من السفر فجلس على البئر هكذا. احنا هناخد يعني موضوعين او نقطتين نركز عليهم. شخص رب المجد يسوع وكيف يخدم وكيف يفكر وكيف يعتني بكل واحد، وطريقة خدمة رب المجد يسوع الفردية دي شكلها عامل ازاي. ثم نشوف السامرية ورد فعلها لخدمة ربنا بنقط سريعة ومحددة. احنا متعبين، ما ننكرش ذلك. يعني كل انسان عشان يغير طريقته ويغير طريقة تفكيره ويرجع مرة تانية، توبة يعني متانية يعني تغيير اتجاه، يسيب اللي هو فيه ويروح ناحية ربنا، امر بياخد من عناية ورعاية وتدبير الله الكثير. اذ كان يسوع قد تعب من السفر فجلس على البئر هكذا. يقولوا جلس على البئر هكذا دي معناها انه بدون ترتيب، يعني رمى نفسه على البئر، مش تعالى ننظف الحته دي وهات قماشه ننظف التراب الموجود وتعالى مش عارف نعمل، لا مفيش كلام ده. رمى نفسه على البئر من كتر التعب. يا رب، يعني انا مهم قوي للدرجه دي؟ تمشي لي يا رب مسافات طويله وتعامل سامريين ما كانش في لقاء بينهم وبين اليهود كتير، وتتكلم مع امراه عكس العوائد والقواعد المتبعه في هذا الزمن من عدم اختلاط الجنسين، تعمل كل ده يا رب عشان خاطر السامريه دي غاليه عليك قوي؟ يا ده الناس بتشوفها اي كلام، يعني ده الناس بتشوفها مش مهمه، يعني انسانه مش كويسه وخلاص. ونحب احنا قوي كبشر نحط تايتلز كده، يعني نسمي الناس بمسميات عشان نريح نفسنا وخلاص. هي اللي جابته لنفسها، هي انسانه وحشه وخلاص، احنا غسلنا ايدينا من الموضوع، ناش دعوه، هي وحشه وخلاص. عند ربنا المواضيع ما تمشيش كده. عند ربنا لا، يتعب ربنا ويجري ويروح ويقعد ويمشي في وسط الظهر والشمس، يعني الساعه 12 دي اعلى حراره لليوم، ويرهق الله ذاته وما ياكلش، ويبعت التلاميذ يدوروا على اكل وينتظر تيجي السامريه. والعجيب نمره 2 يقول لها ايه؟ اعطيني لاشرب. يا رب انت عارف كويس ان اليهود ما بيشربوش ميه من غرب، يعني لئلا يتنجسوا، لا ياخدوا اكل ولا ياخدوا شرب من حد غريب، من غريب، ما بالك لو كان سامري. فاعطيني لاشرب. احنا ساعات عشان اختلاف الثقافه في الزمن دوت مش قادرين نستوعب انها كلمه مزلزله لقلب السامري، بره المنهج يعني. يعني كلام بيتقال ما ينفعش يتقال، عكس كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من اليهود كانوا عايشين. اليهود ما بيسلموش على السامريين، صباح الخير دي ما بيقولوهاش،
والرجاله ما بيكلموش الستات. فجاي انت يا ربي تقول لها اعطيني لاشرب، وما ينفعش ياخدوا ميه زي ما اتفقنا دلوقتي، ولا اكل ولا شرب من حد غريب ولا من السمير، ده يبقى نجاسه لليهود. انت جاي يا ربي تكسر كل التابوهات دي، تكسر كل القواعد المسلمه في ذهن الناس عشان خاطر تحط محبتك في قلوب ولادك وتغير طريقه تفكير انسانه يرى الجميع انها مش مهمه، لكن بالنسبه لك انت يا ربي مهمة أبدا. أعطيني لأشرب. يا ربي هو مين اللي يدي لمين يا رب؟ أنا اللي أدي لك يا رب ولا أنت اللي هتديني؟ بس عشان خاطر يحصل الاتصال بيننا وبين ربنا، وعشان خاطر تبقى العشرة حلوة، لازم أترك شيء، لازم أسيب حاجة عشان خاطرك يا رب. فهو في الأول بيتفق معاه الاتفاق، أنت هتديني إيه؟ هتديني كلام ولا هتديني فاعل؟ هتديني توبة حقيقية من القلب وتغيير حقيقي في الحياة، ولا هتديني كلمتين وخلاص؟ هتديني ايه؟ اديني لأشرب. ودي كلمة موجودة يعني الله بيقولها لكل انسان فينا. انت جاي تقدم لي ايه النهاردة؟ تقدم لي وقت؟ تقدم لي علاقة حلوة؟ تقدم لي محبة؟ تقدم لي اتصال بيني وبينك؟ تقدم لي حياتك عشان خاطر اغيرها لك واحط لك اسس وقواعد لي انك تحيا افضل؟ أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هو ربنا مش جاي يستعبدنا أو يمشينا على إرادته ومزاجه خلاص، أبدا أبدا. ده العجيب إنه هذه هي الحرية التي حررنا بها المسيح، إن هو نصبح أبناء لله، فنبقى فاهمين إرادته ونبقى عايشين وإحنا فرحانين. الخطية بتزعل على فكرة، إنسانة دي خايفة رايحة في، كان اليهود لما يحبوا يملوا مية يملوا المية الفجر بدري أوي. ليه؟ اليوم لسه بادي في أوله، الشمس مش عالية، في براحتهم لسه في أول النهار، شيل مية كتير يعني استخدام بيت، غسيل وحموم وطبيخ كل النهار بيتمل، فمش رايحين يجيبوا 2 لتر ويرجعوا يعني، ده جايبين كمية مية كبير. فده محتاج الواحد يكون لسه يعني فريش كده في أول اليوم، فيملوا المية بدري. أنت رايح الظهر؟ آه رايح الظهر، مش عايز أشوف حد. الخطية عملت فيا كده، الخطية نبذتني عن المجتمع، الخطية خلتني بعيد عن اللي حواليا، ما فيش اتصال بيني وبين الناس، قاعدة يعني لوحدي مش عايز أشوف حد. جاي ربنا يغير ده كله، جاي ربنا ينصفها بمعنى تاني، جاي ربنا يرفع من مكانتها، جاي ربنا يرد لها كرامتها، جاي ربنا يقول لها أنتي بنتي وأنا النهاردة هخلي لك شكل مختلف. التوبة حلوة والتوبة مفرحة والتوبة تفرح ولاد ربنا وتفرح قلب ربنا. طيب نمرة 3، هي لا فاهمة يعني ايه اديني مية، ولا يعني ايه الماء الحي، ولا فاهمة حاجة خالص، وكل دماغها راكب على فكرة الميكانيكس، يعني البير عميقة، هنجيب الدلو منين، فين الحبل اللي معاك، هتجيب لي مية ازاي، يعني ما هياش فاهمة اللي بيتقال. وساعات كتير بنقابل ناس كده، اللي هو مهما تشرح مهما تقول مهما تتكلم هو مش معانا. يحط ربنا مبدأ مهم جدا للخدمة الفردية، الخدمة مش بالكلام، مش بعمق الكلام ولا باللاهوتيات العظيمة، مش معنى كده دي حاجة وحشة، لكن في ناس بسطة، في ناس غلابة، في ناس ما بتفهمش، هنعمل ايه؟ ادي انسانة قدامنا مش مستوعبة اللي بيتقال، لا فاهمة يعني ايه ماء حي، ولا ايه ينبع لحياة أبدية، ولا يعني ايه السجود لله بالروح والحق، مش فاهمة حاجة خالص. هي عايزة حاجة واحدة بس، اشرب وما اجيش ايه اتهان في وسط الناس كده كل شويتين، وابقى ايه فرحانه بالميه اللي عندي، مش عندها اكتر من كده. ازاي يا رب بتاخدها خطوه خطوه؟ ازاي مستحمل؟ ازاي طويل البال؟ ازاي بتدي اللاهوتيات بحب وبعمق وبقوه، وفي نفس الوقت اللي قدامك بيفهم كلمه كلمه واحده واحده؟ من ضمن خدمه رب المجد يسوع الفرديه الحلوه انه يحتمل قدر ادراك الناس ويديهم غذاهم اليومي بالتدريج واحدة واحدة، ويرفع من مستواهم واحدة واحدة، لغاية لما نشوفها في الآخر بتكرز بكلمة ربنا وتحول المدينة كلها لمعرفة الله. إزاي بتعمل كده يا رب؟ إيه الطريقة؟ يعني إيه التكنيك اللي استخدمته ربنا النهاردة؟ إيه الطريقة اللي ربنا استخدمها النهاردة؟ طريقتين، استخدم أسلوبين. أسلوب الأول منهم أسلوب عملي، خد اشربي اللي حدهولك ده ينبع لحياه ابديه، ده ماء حي بس خلاص، تعال جرب ذوق وانظروا ما اطيب الرب، تعال جرب وشوف
وتعامل مع ربنا بطريقة مباشرة، شوف هيحجر لك ايه. تعال تناول وقرب من ربنا وطيع الوصية وقدم ذاتك محبة لله كده، وقول له يا رب انا بحبك من كل قلبي، وحياتك هتتغير، وشوف انت المجد والكرامة اللي هيجرى لك شكلهم عامل ازاي. ربنا في خدمته خدمة عملية جدا. هتقولي ما فيش وراه كلام ولاهوت نهار ابيض، ده اللغز، ده كلمة الله، ده ربنا، ربنا ما ده ادراك الله، ده مين يستوعب، مين يفهم دماغ ربنا وعقل ربنا وادراك ربنا. لكن هو لما يجي يشرح ذاته يقول ايه، تعال تعال خد اشرب، هديلك ميه، جربي، خش في عشق. الطريقه الثانيه اللي ربنا بيستخدمها هي طريقه مليانه حب، مليانه خدمه عمليه. ربنا ما جاش قال لها اوردر من بعيد اعملي وخلي وسوي وعليكي كذا وكذا وكذا وكذا، ما عملش كده. هو اللي راح، هو اللي تعب، هو اللي اتكلم، هو اللي بادر، هو اللي قال اعطيني لاشرب، هو اللي تعامل معاها وقرب لها. وعلى فكره اي طريقه تانية عشان خاطر نتوب، اني انا هكنترول ماي سيلف، ان انا في كتير من الناس يقول لك انا هشتغل على نفسي في الحكايه دي، بقت كلمه مستخدمه اليومين دول كتير، وكل ما اسمع كلمتين دول اعرف ان مش حاجه هتتعمل ابدا. لما حد يجي يقول لي كده انا هشتغل على نفسي وهعمله، اعرف مش حاجه هتتعمل. ليه؟ ما هو ما بتجيش كده، بتيجي أن الله تجسد وأن الله جاني وأن الله خبط على قلبي واقف على الباب يقرع، وأن أنا كل اللي عليا أن أفتح الباب وأقول له تفضل يا رب وأنا هشتغل معك، هشتغل معك، هكون طائع ليك، هكون ابنك، بس مش عليك أكتر، بتقول حاضر لتكن مشيئتك يا رب، بس حكاية سهلة أوي. هو عمل كل حاجة، هو جه وهو اتصلب وهو فداني وهو دمه يرويني وهو دم يسوع المسيح ابني يطهر من كل خطية. علي ايه؟ ما عليهاش حاجة خالص. مين قال كده؟ ده اللي ولاد ربنا دول عليهم شغل كتير. لكن بالطريقة دي، بان ربنا هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا لأجل المسرة، مش اني انا بذاتي اقدر اجيب الخلاص لنفسي. ما اعرفش، كان العهد القديم بكل انبياء وكل قديسيه كانوا عرفوا، لا مش دي الطريقة. الطريقة انا هو الطريق والحق والحياة. الطريقة من آمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة. هي دي الطريقة، إني لازم أخده جواي، لازم أحبه، لازم أفتح له الباب، لازم أقول له حاضر يا رب. بصراحة السامرية كانت شاطرة في الحكاية دي. موهبة الروح القدس وعمل الروح القدس وعمق العلاقة بيننا وبين ربنا وتقديس والمواهب وإرشاد ربنا لأولاده، كل دي معاني شرحها ربنا بمنتهى البساطة. أسلوب ربنا في شرح اللاهوتيات كان أسلوب سهل وبسيط وعملي ومليان مبادرة، مليان حب. مهم لينا كخدام نستوعب ان الناس مش عايزة كلام بس، الناس عايزة حد يروح يخبط على البيت، الناس عايزة حد يتواصل معاه، الناس عايزة حد يتكلم ويقعد معاهم ويبقى جوه البيت، مش مجرد اوامر من بعيد. طريقة ربنا ما كانش فيها اوامر من بعيد ابدا. نقطة كمان في خدمة رب المجد يسوع، انه يعمل ويظل يعمل وبيبحث عن الساجدين الحقيقيين بالروح والحق، وما هواش واقف يتفرج وخلاص. الله يعمل وعايز ولاده يشتغلوا، الحصاد كثير والفعل قليلون، انظروا الى الحقول انها بيضت للحصاد، يلا اشتغلوا معايا عشان نحصد، عشان تبقوا انتوا كلكم فرحانين. انا فرحان بولادي اللي قربوا لي، وانتوا كخدام فرحانين بالخدمه وبالعمل معايا، كله هيكون فرحان بعمل ربنا. لكن اي طريقه ثانيه ما تناسبش. عشان كده الآية اللي قالها بولس الرسول في أعمال 12:2، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. الجلوس في يمين عرش الله يعني إن أولاده دول أصبح الله ملك عليهم، أصبح الله إلههم، أصبحوا قريبين من ربنا. أنتم هيكل الله وروح الله جالس فيكم، قلوبنا اتفتحت لملكوت ربنا فأصبح هو ملك علينا. ده اللي يفرح قلب ربنا. أما السامرية، السامرية دي جميلة وحلوة. إيه الجميل فيها؟ إيه النقط سريعا كده الجميلة في السامرية؟ إحنا قلنا إنها بسيطة في الإيمان وإدراكها وعقلها على قدها شويتين، ماشي. لكنها كمان بتتدرج، بتنمو بسرعة بسرعة. يعني سرعة استجابة السامرية شيء ملفت. أول الكلام يا سيد، لا دلو لك والبئر عميق. قالت له يا سيد، إنسان ما يا مستر فلان، بالنسبة لها هو راجل يعني بتحترمه خلاص. شويتين
أرى أنك نبي، وتعمل مقارنة ما بين يعقوب وبين رب المجد يسوع، وتقول له يا الله ده يعقوب ادانا كبير من زمان، هو أنت الميه راح تديها لنا أحسن من يعقوب؟ دماغها بتشتغل إنها عملت مقارنة بين رب المجد يسوع ويعقوب، ومين اللي هيبقى هيديني فايدة أكثر روحية بالنسبة لي، فأنا الميه بتاعتك أخبارها إيه عن يعقوب؟ بس فكر شويتين بقى، أنت هو المسيح، أنت ربنا، أنت ابن الله النازل لخلاص كل إنسان، أنت ربنا، خلاص أنا فهمت وأدركت. تدرج الإيمان بتاعها بينبع من حاجتين، رغم بساطتها لكنها قلبها حلو. لما بتشوف الحاجة كويسة الصح بتقول إن هو صح، لما بتعرف ربنا بتسجد وتقول له سامحني يا رب، لما بتشوف الصح فين بتجري وراه. وعلى فكرة دي الفضيلة الأساسية لخلاص كل واحد فيه. لو أنا بشوف الصح وأعمل الغلط طول الوقت هتوب إزاي؟ ما احنا نيجي نتفق اتفاق ونعمل مع بعض اتفاق وخلاص هنمشي بالطريقه الفلانيه كده ندير وشنا احنا الاثنين، انا همشي على مزاجي وزي ما قلت من الاول وبضحك على اللي قدامي، بضحك على اللي قدامي ده ربنا ما بيضحكش عليه. عشان كده ربنا ما بيحبش الرياء، ان هو الرياء تفسيره ما سبق ذكره دلوقتي. الله عايز ناس تتفق اتفاق تقول حاضر هنعمل كده. والسامريه كانت شاطره في الحكايه دي، كانت حاضر يا رب حاضر. أنا كنت غلطان يا رب، هسيب اللي بعمله وهروح أتكلم باسمك يا رب بالطريقة اللي أنت عايزها. سامرية كانت قلبها أبيض بمعنى تاني، غلطان أو خاطئ، أيوه زي ما كلنا خطاط، في حد فينا مش خاطئ؟ لكن بسرعة بتستجيب. استجابة سامرية ده اللي ربنا عايز إن هو يكون موجود قدامنا، في سرعة في الاستجابة وفي صدق في العمل، وفي تصميم على مش تصميم بتاع بشري بقى انا اللي بخطط لنفسي، لا لا لا، معتمد على ربنا بس بتشتغل. احنا زي قلنا صفات ربنا في الخدمه اللي احنا قلناهم قبل كده من ضمنهم ان الله يعمل، السامريه بتشتغل هي كمان. لازم اللي يتوب يغير طريقته ولازم يشتغل كمان مع ربنا. لما طلبت اديني من هذا الماء، ربنا رد عليها قال لها ايه؟ لو انت فاكرين سيكونس الكلام قال لها ايه؟ هاتي لي جوزك بقى عشان اديلك ميه انت وجوزك. عشان التوبه تتم لازم اني اطلب التوبه، لازم ان اقول له يا سيد اعطيني من هذا الماء. ربنا مش هيفرض نفسه عليا، لازم اني ارجع اقوم واذهب الى ابي زي الاسبوع اللي فات ما قال لنا الابن الضال، لازم اني انا اقول انا عايزك يا رب اعطيني من هذا الماء. حتى فانا من شويتين السامريه شاطره. شاطره ليه؟ قالت له هات لي ميه. لو ما قالتلوش هات لي ميه ربنا مش هيكمل معاها في الاتجاه ده. ليه؟ انت مش عايز، انت مش عايز. اساله تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. الخلاص مش هيتم حبيبي غير لما انت تقوم تتحرك كده وتفتح الباب. مش مطلوب منك كتير، مطلوب منك تفتح الباب وتقعد المسيح معاك بس، وتاكل معاه كلمته، وتاكل معاه جسد دم الاخلاصين على الافخارستيه على المسبح، وتروح وتقول له انا يا رب مش عارف امشي حياتي لوحدي. هي عملت كده، اديني لاشرب. لو قالت له المية بتاعت يعقوب جميلة وحلوة وأنا مبسوطة كده وباجي الساعة 12 الظهر وحياتي زي الفل أنا كده كويسة قوي، يا سلام خليكي في يعقوب، خليكي في المية دي. قالت له اديني لأشرب، بس لما قال لها اديني لأشرب قالت له كده، راح رد عليها قال لها إيه؟ هاتيلي جوزك. تعالى نشوف الحكاية إزاي. هو إحنا فاكرين إن النعمة النعمة بتعمل كل شيء، لكن من غير جهاد، من غير تعب، من غير توبة، من غير مطنيات، من غير صوم، من غير صلاة، مين قال كده؟ ده ربنا بيقول لها هو هاتيلي بقى تعالى نصلح الحكاية من الأول، إيه حكايتك وإيه موضوعك؟ وتأخير هذا اللقاء وهذا الكلام في اللقاء ما بين السامرية والمسيح شيء مبدع رب المجد يسوع عمله، وشيء رفع الحرج عن هذه المرأة لغاية لما يبقى فيه ثقة بينها وبين ربنا. فلما بقت الثقة موجودة هاتيلي جوزك، ما قالهاش من اول الكلام انت انسانه وحشه وفيكي كذا وبتعملي كذا وانا ما ينفعش اتكلم معاكي وانت نجسه وانت حصلش، ما قالش كده. هتيجي جوزك تيجي فين؟ لما تقول له انا عايز اشرب، عايز اشرب. لازم نقول اطلب تجد، اقرع يفتح ليك، اطلب من ربنا يديلك مجد وكرامه، اطلب من ربنا انه يديك عمق في الصلاه، اطلب من ربنا انك تفهم كتابه المقدس بس تشتغل وتفتح انجيلك وتقرا معاه، اطلب من ربنا دموع في الصلاه، اطلب من ربنا مطنيات، اطلب من ربنا قلب يحب الكل ويساعد الكل ويسامح اللي بيكرهك، اطلب من ربنا انك تنفذ الوصيه لو مش قادر تنفذها لوحدك، وبالتاكيد انت مش هتعرف تنفذها لوحدك. قل له ساعدني انا مش عارف اعمل دي، مش عارف اساهم،
مش عارف احب اللي بيشتمني ده، مش عارف. قول له يا رب علمني عشان انا مش عارف اعمل ده. اعطيني لاشرب، كلمه اعطيني لاشرب دي كلمه كروشيال قوي، يعني مهمه قوي في النقاش اللي تم بين المسيح والسامري. مهمه قوي الكلمه دي، اعطيني لاشرب. لازم تطلب حبيبي. يكلمها عن التوبه، وفي الاخر ما هي شاطره زي ما اتفقنا، شاطره في حاجتين، سرعه استجابتها زي ما قلنا وتسليمها لربنا، وبعدين عملت حاجه مهمه. توبتها مش توبه كلام وخلاص، سامحني يا رب وخلاص، لا، تركت جرتها، سابت الجر. هو انت اصلا جايه ليه؟ عشان الميه. حلوه قوي. وكل النقاش اللي في الاول كان ايه؟ هات لي ميه، وشويتين لما تابت اديني ميه. حلو، الكلام كله عن الميه. لما دخلت في العشره مع ربنا وادركت لاهوت المسيح، عملت ايه؟ سابت الجره اللي فيها الميه وراحت ماشيه ورا ربنا، لقت ميه تانيه اللي كان بيكلمها عنها الماء الحي. شربت من ماء الحي، ادركت يعني ايه ماء حي، فبالتالي سابت الميه بتاعه الجسد ده، هو الجسد خلاص سابته. وترك الجره يعني انها تركت شهوتها وتركت ارادتها وتركت دماغها اللي ماشيه انها عايزه اللي عايزاه وخلاص، تركت كل ده تحت رجلين المسيح وقالت له حاضر يا رب انا هروح. وكانت شاطره زي ما رب المجد يسوع شاطر في الخدمه، اتعلمت منه بسرعه، ما سريعه التعلم زي ما قلنا. لما راحت للسامريين ما قالت لهمش انا لقيت المسيح. لو قالت لهم انا لقيت المسيح كان هيقول لها انت اللي لقيت المسيح، انت يا فلانه يا كذا يا كذا، انت اللي هتلاقي المسيح. قالت لهم ايه؟ في انسان قال لي، انسان هو اللي عمل، مش انا، هو عمل حاجات حلوه وقال لي على حاجات حلوه، تعالوا شوفوه يمكن يكون المسيح. عملت زي ما المسيح عمل معاه، اللي هو ايه؟ انه يبقى الخدمه عمليه، وان الخدمه تبقى اعتراف بان ربنا هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا لاجل المسره، وانه الله هو اللي بيشتغل وبيقرب لك. تعالوا شوفوه، تعالوا اختبروه، تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ده كل اللي هي عملت، شاورت على المسيح ومشي، وربنا كمل الشغلانه. انا كخادم شغلتي ايه؟ ومهم لينا كخدام قوي الكلمتين دول. اوعى تقول انا عملت وانا عملت وانا فهمت وانا قريت وانا ادركت وانا مخي اتعلم حاجات مش عارف ايه وعملت وعملت وعملت. يا ان فعلتم كل البر فقولوا انكم ايه؟ عبيد بطلون، انما فعلنا ما امرنا به. هذه الانسانه قالت لهم تعالوا شوفوه وتعاملوا معاه وهو هيغير كل حاجه، وده اللي هم قالوه في الاخر. لسنا نؤمن عشان انت قلت لنا ان هو قال لك حياتك اخبارها ايه، نؤمن عشان احنا شفناه وعرفناه وفهمناه، نؤمن ان هذا هو ابن الله. هذا الاصحاح الرائع الممتع اللي كل واحد بيخدم خدمه فرديه، كل اب وكل ام محتاج يقراه عشان يتعامل مع اولاده، كل انسان فينا يقدم ما قدمته هذه المراه لنترك جرتنا ولنذهب لنخبر انه قد فعل بنا عجبا اذ جعلنا اولاد ليه. ليه كل مجد وكرامه الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها، امين.